ماشي على قبل الماتش اللي بكيه من انا قريت كم من النتائج لا والو الصف الثاني هو اخر ما غنوصلوا ليه و يعني الاداء كاين اللي كيقول الاداء كان مزيان كان احسن بطبيعه الحال الاداء كان احسن من اللي كان، ولكن احنا اللي كيهمنا في الاداء ديال البارح هو كيفاش نوظفوا الماتش ديال البارح في المستقبل، سياسات المستقبل اللي بغينا للفرقه. حنا كنعرفوا بانه عندنا بزاف الخصائص في التشكيله واننا ضروري هاد الفرقه هادي خصها تقوى، كي خصها ضروري من تعزيزات كبيره. دونك هاد التعزيزات هادو باش ما نغلطوش، يعني من الماتش ديال البارح نعاود نشوفوا عاوتاني شنو من الناس اللي خصهم يخرجوا من الرجاء بكل صراحه، اللي هما مضيعين الفرقه في داك البوست اللي شادينو، يعني انه خص بديل ديورجونس ومام لو رومبلاسون ديال داك البوست وما يكونش هذاك نهائيا يبقى يدور في الفرقه. يعني كاينين الناس اللي هما لاعبين مؤثرين في الفرقه، وانا سميتو بطبيعه الحال مؤخرا بديت كناخذ دي فيديو كناخذ دي الصور ديال الناس اللي هما مؤثرين اكثر. ما كندويش كاين لاعب اللي كيكون يعني دار جوج غلطات ولا ثلاثه في الماتش، كان دار بون ماتش خرج الماتش ديالو ما كنهضرش عليه نهائيا. هذاك بالنسبه لي هذاك ما يحتاجش الهضره لانه داير المكانه ديالته ما هضرش. ولكن الناس اللي هما مؤثرين واللي ممكن راك تعرف واحد القضيه، حيت كاين واحد القضيه في اللعابه ديال المغرب كامل ماشي غير الرجاء، اللاعب اللي كيحس براسو كاين هاد الريحه ديال انه يقدر يخرج من الفرقه، هادوك ثلاث ماتشات الاخرين جوج ماتشات الشامبيون كيلعب 300% كيلعب 100 الوغ باش يقنع عباد الله يبقى لاصق فيهم. وهادي معروفه سيرتو عند اللاعبين اللي كتكون العقود ديالهم منتهيه كيوليو فيه 10 باش يبين. حنا بغينا هادوك اللي غتنتهي العقود ديالهم واختاروا هاد الجماتات ولا ثلاثه اللي خيار بغاو يطلعوا لابان وعاد بداو يطيروا، هادوك هما اللي بغيناهم يطيروا. علاش اللي ما يستحقوش يلعبوا في الرجاء؟ اللاعب اللي كيلعب ثلاث ماتشات الاخرين هما اللي كيخرجهم غير بناقص، يمشي بحالو خصو يمشي لانه مضر بالفرقه. اللاعب المثالي هو داك اللاعب اللي كيكون الاداء ديالو متوازن على طوال الموسم. فهاد النوع هادو هما اللي خصنا نكشفوهم امام الجماهير باش يمشيو بحالهم هاد الناس، لانه المسائل واضحه. حنا عندنا الثقه كامله في اللجنه التقنيه، ما تكون لا عاطفه لا والو ما يعقلوا حتى شي واحد، فكنتمنى ما يعقلوا حتى شي واحد. ما كيخرجوا شي يتصاوروا في التريبيون والسي الرئيس مع العميد وداك التعانيق وداك البوساد، ما عندنا ما نديروا بداك الشيء. الله يرحم والديك اللي يستحق يلبسك التون يلبسه، واللي ما كيستحق ثلاث ساعات ويمشي بحاله. انا غنجي دابا الفيديوهات بسرعه لانه تبارك الله كثار، ولكن غنحاول نجري باش مركز على واحد خمسه اللاعبين كما ديك المره، خمسه اللاعبين اللي هما مؤثرين واللي هما انا متاكد كون ما داروش الاخطاء اللي غادي نبين كنا غنربحوا بشي سته ولا سبعه. يعني هرسوا الماكينه، هرسوا عاوتاني، داروا عاوتاني التراب في الرويضه باش ما تدورش. انا دابا غنمشي للقطات بالخف وكل الدعم بطبيعه الحال السي حمزه كيقول الدعم السي بلغيتي مزيان فتح هذا القوس نبداو به هو الاول كاع. كتعرفوا الاخوان بانه السمام البلغيتي هو واحد المنخرط رجاوي اللي هو سخي اللي كان كيعاون في المكتب اللي فات هذا ديال انيس، كان كيجبد من جيبو تيعاون تيعاون الرجاء تيعاون تيمول الرجاء من ماله الخاص في شكل تنازلات في شكل هبات، يعني انسان في المستوى العالي. فكان معول عليه سي البدراوي باش يكون معاه في المكتب، فكاين عليه واحد الحمله. علاش على الحمله؟ والناس اللي كيسولوني بغوا يفهموا علاش البلغيتي، نقول لكم علاش البلغيتي. لان البلغيتي خبير في المحاسبات، خبير بمعنى انه هو اللي معول عليه البدراوي باش غيدير الافتحاص. وكتعرفوا واحد كيكون قريب من المكتب وكيكون التخصص ديالو هو هذاك، صافي عرف راه غادي يخرج لك داكشي بيان فيلتري وداكشي بيان كما تيقول بيان فيني. داكشي علاش الناس خايفين منه، هادشي علاش الناس مخرجين اللي عباد الله كيحاربوا فيه. الاخوان حاجه اخرى عاوتاني غنذكر فيها الاخوان الرجويين، راه لي فو كونت عباد الله، راه ناس اخترقونا، راه دخلوا بزاف لا بالنسبه للجمهور في لي فو كونت بالنسبه لمواقع التواصل، ولا بالنسبه في وسط المنخرطين. المنخرطين خصكم تعرفوا 30% قلت هذاك النهار 30% ديال المنخرطين ما حضروش في الجمع العام. اين هاد الناس؟ علاش ما حضروش؟ لانهم ما حاملينش التغيير وما بغوش البدراوي يجي نهائيا. دوك بغوا يهرسوا داك الكورون باش ما يوصلوش للنصاب وتاجلوا الجمع العام. واش هادوك الناس دوك 30% راهم اللي شاك فيهم انا، هما اللي منوضين هذا الحرب، من بين الناس اللي مشاركين في هذا الحرب ضد البدراوي وضد مامو البلغيتي باش ما يبقاش في المكتب وتيهدوا فيه هدوا ليه ولادو. فانا بالنسبه لي انا كلمه غنقولها، اول حاجه السي البلغيتي يعني انت انسان جد محترم
فشوف الخوف من الله، راه ما عندك مناش تخاف. شوف الا ربي كتب لك انك تكون في واحد الواجهه ديال واحد المقاوم ديال واحد الفساد، فخصك تثق في الله وما تخاف من حتى شي واحد. الحمد لله راه حداك، راه في جنبك البدراوي، البدراوي راه عنده اللي يسكت هذوك اللي كيهدوك، راه عنده الوسائل الاداريه والماليه والعلائقيه اللي يوقفهم عند حدهم. فكنتمنى انك تمسك وانك تبقى في جنب الرجاء، لان الرجاء محتاج لامثالك والبدراوي محتاج لامثالك. فهذه وحده. الحاجه الثانيه، بغيت نوجه رساله للناس ديال الالترات. فالالترات كنعرفوا بانه من المساندين ديال البدراوي ومن الناس اللي كانوا كيناديو بالتغيير. فكنشوف بانهم ساكتين هاد الايامات، الله يرحم الوالدين. راه هادي وقيتكم فاش تخرجوا بهاد الناس اللي باقي كيهدوا في البلغيتي، الله يرحم الوالدين. هذا هو الوقت باش توقفوا مع فرقتكم، خرجوا ديروا شي بلاغ، ديروا حتى نتوما التهديد اللي قرب لهاد السيد راه غادي نطقبوه بالعربيه، قولوا هاكا لعباد الله باش يعرفوها. الله يرحم الوالدين، خرجوا حميوا الفرقه ديالكم. هادي الوقيته. حاجه ثانيه انا كنقولها لكم، انا واخد قرار لا رجعه فيه. اي واحد فيه ريحه مشكوك فيه ديال حساب وهمي ما غنتعاملش معاه، ما غنجاوبوش، غير يهضر غنبلوكيه. يعني شوف انا كنتمنى ان الرجل كلهم يديروا هذا التصرف هذا. اي واحد شموا فيه ريحه شي جهه اخرى من غير الرجل يبلوكيوه. وحتى اللي كيكون كاع داير البروفيل ديال الرجل ولا الدرابو ديال الرجل ما تيقوش 100%، ديما كليكي على البروفيل باش نشوف الا خرج ليا غريزي نعرفو راه فو كونت. الا كان غريزي فو كونت دونك بلوكي في البلاصه، الله يرحم او سوبريمي. الله يرحم الوالدين. بغينا فرقتنا تزيد القدام، حضيو وحضيو وحضيو. راه شوف راه شحال داز دابا من 2015، راه 17، راه 7 سنين هذيك، راه 7 سنين ديال هذا الاختراق، 7 سنين ديال هذه المسرحيه. هذه المسرحيه خاص يتسد داك البيضو، خاصها تسالي بالاراده ديال الرجويين. حضيو راسكم وتكتلوا بيناتكم وتعاونوا بيناتكم، ما تخليوش الفرصه لواحد ما قاري ما سامع يجي يضحك عليكم ويختاركم ويجي يلقاكم طريق وينوض لكم الفتنه في وسطكم. اتونسيون، فحذاري حذاري ثم حذاري. دابا